Soyez les bienvenus. Nous découvrons et utilisons la nominalisation du suffixe -ation, âge et mon page 107. Je lis le texte. Au bout de 3 jours d'errance, Badur se livra au chef des Bédouins souriant et avoua: Vous avez certainement remarqué qu'un misérable vaurien s'est mis en tête de détruire votre installation d'eau potable, et ceci à 2 reprises. Eh bien, ce vaurien, c'est moi. Arrêtons le bavardage. Commence à creuser, ton village en a grand besoin. Ainsi, Badur creusa toute la nuit. Il plaça le tuyau, installa le robinet, amorça la circulation de l'eau et remit le sable en place. Légende des 2 oasis. الشرح إلى اللغة العربية. بعد 3 أيام من الضياع، بادور سلم نفسه إلى رئيس القرويين المبتسمين واعترف: لقد لاحظتم بكل تأكيد بأن بائس وغدا بائسا قد راودته فكرة تهديم تركيبات الماء الشروب، وهذا لمرتين. إذن هذا الوغد التافه هو أنا. توقف عن الثرثرة وابدأ الحفر، فقريتك بحاجة ماسة للماء. وهكذا بدأ بادور بالحفر طول الليل، ركب الأنبوب وثبت الصنبور وبدأ تداول الماء ووضع الرمال في مكانها. Je réponds aux questions. Ujib al-As'ila. Je choisis la bonne réponse. Ana akhtarul jawab as-sahih. C'est l'histoire d'un jeune bédouin qui s'appelait Badur Bodur. Qissat hadhihi qissat ash-shab al-qarawi alladhi yusamma بادير ولا بادور بدار أو بودور. إذا الجواب الصحيح حسب النص هو بادور. En creusant la terre, ce jeune bédouin voulait trouver. وهو يحفر في الأرض هذا الشاب القروي يريد أن يجد du pétrole, le pétrole, du gaz, le gaz, de l'eau, الماء, de l'or, الذهب. D'après le texte, en creusant la terre, ce jeune bédouin voulait trouver de l'eau. كان يبحث عن الماء. نروح للملخص أو إلى الدرس تاع اليوم اللي هو كيفية تشكيل الاسم من الأفعال. Alors, Badur plaça le tuyau, installa le robinet, amorça la circulation de l'eau et remit le sable en place tout autour du tuyau. La fontaine de l'oasis des bédouins mélancoliques est née. Donc, Badur, rakkaba al-unbub, wa thabbata al-sambur, wa bada'a tadawul al-ma', wa wada'a al-rimal fi makaniha hawla al-unbub. Wa hakadha yunbu' الواحة واحة القرويين الحزينين ولدت أو نشأت. نشوفوا بعض الأفعال. عندنا انستالي، لنستخرج الاسم من الفعل. بون نرجع لهنا المرب الجدول الأول. هنا عندنا لي فيرب وعندنا لي نو. لي فيرب هادو اللي في النص اللي مكتوبين اون غرا باللون القاتم. عندنا انستالاسيون، بافارداج، سيركولاسيون. هادو عبارة عن أسماء. بون، الأسماء هذه شكلناها من خلال الأفعال. نروح نشوفو درك كل اسم والفعل تاعو. عندنا انستالاسيون اللي تنتهي بأسيون، كي نحولها إلى الفعل نحذف أسيون ونحط ER تاع الانفينيتيف، نتحصلوا على انستالي. نفس الشيء لو بافارداج، نحذف اج نحط ER تعود
bavarder. طبعا نحذفوا هادو لي زارتيكل لان الفعل ما فيهش لارتيكل. الاسم يبدا بالارتيكل والفعل بدون ارتيكل. La circulation, هنا خلاص اسيون كي نحذف اسيون لو سوفيكس اسيون نضيف ER لا تيرمينيزون دو لانفينيتيف نتحصلوا سيركولي. دركا نشوفوا العكس، عندنا افعال كيفاش نجيبوا الاسماء تاعها. Alors installer تنتهي ER من المجموعة الأولى، نحذف ER نتحصلوا على installation بإضافة لو سوفيكس اسيون une installation. Alors bavarder نفس الشيء، نحذف ER نزيد age نتحصلوا على le bavardage. Circuler circule plus action تحصلوا على la circulation. دونك هنا في الاسماء دائما عندنا لو راديكال، نحي لا تيرمينيزون تاع الانفينيتيف نحط لي سوفيكس نتحصلوا على الاسم. كومونسي نحذف او ار لو راديكال يبقى لنا كومونس باضافه اومون نتحصلوا على لو كومونسمون. نروحوا للقاعده. جينيرالمون يعني على العموم، je peux former un nom à partir d'un verbe. يمكنني أن أشكل الاسم من خلال الفعل. En ajoutant au radical de ce verbe les suffixes. بإضافة إلى الجذر، إلى الجذر يعني الجذر الأساسي تاع الفعل، نضيف له un suffixe. وشن هما لي suffixes؟ هما عبارة عن حروف نضيفها في آخر الكلمة باش نتحصلوا على اسم. عندنا أولا كاين بعض الأفعال تحصلوا على الاسم منها بإضافة سيون أو أسيون. كاين أفعال أخرى نضيف لها أج، وأفعال أخرى نضيف لها مون إي أمون. دونك يبقى السؤال كيفاش نعرف وقتاش نحط الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ هذه لازم يكون عندك اطلاع مسبق، يعني كلمات لازم تكون تعرفهم من قبل، وهذا بالاطلاع طبعا. نواصل في فيديو آخر في الصفحة 108.